يقول: عندي والد كبير يبلغ من العمر من فوق 90 سنة ولا يخرج من البيت، وقد استلم ضمان مبلغه 5400 ريال، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ وأصرف به عليه؟ لابد من وكالة، تأخذ عليه وكالة من المحكمة، تتوكل على ماله وعلى ما يخرج له من الضمان، وتتصرف فيه بموجب الوكالة الشرعية. نعم.